doctor uh -oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال هل فيروس كورونا معدن خلال فترة الحضانة للمرض وقبل ظهور الأعراض؟ طبعاً للي ما يعرف شنو أو الذي لا يعلم ما معنى فترة الحضانة تم تعريفها في فيديو سابق أكد العديد من الخبراء الطبيين باللجنة الوطنية للصحة بالصين أن الفيروس التاجي الجديد كورونا معدن خلال فترة الحضانة يعني إذا شخص بمرض كورونا وبعد ما طلعت الأعراض عليه ترى هذا الشخص يعديك حتى لو ما بمرض يعني أنت تشوفه ما بيشي بس هو لا زال يعديك قبل ظهور الأعراض على المصاب بس هو يعدي وقال لي شينج وانج عضو مجموعة الخبراء الطبيين الوطنيين وكبير الخبراء في مركز تشخيص وعلاج الأمراض المعدية في مستشفى بكين ديتان إن فترة الحضانة هي من ضمن القواعد العامة للأمراض المعدية التنفسية في المرحلة النهائية أي عندما يكون المريض على وشك الإصابة بمرض وخلال هذه المرحلة يكون المصاب على درجة معينة من العدوى وينتقل الفيروس منه إلى أي شخص يختلط به بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة أيضا معدين. ووفقا لما ذكرته وكالة شينخوا الصينية قال لي شينجوانج انه مع انتقال الاشخاص من المناطق المصابة لجميع انحاء البلاد حدثت حالات متفرقة من الاصابة في اجزاء كثيرة من البلاد نتيجة لتلامس الوثيق للحالات المتفرقة ولوحظ انه قد يكون هناك عدوى بدون اعراض وعلى الرغم من عدم وجود اعراض إلا انها اثبتت انها ايجابية للاصابة بفيروس كورونا بعد اجراء اختبار الحمض النووي فأعتقد أن هذه الأمور قد نالت إعجابكم وأن يعني أتمنى أن تكونوا قد افتهمتموها وضحتها أكثر يعني من مرة ولكن أحببت أن أعيد توضيحها مرة أخرى فيعني نعيد لكم يعني إذا شخص يمك يبى كورونا وما بأعراض هل هذا الشخص يعدي يعديك ولكنه بدون أعراض يعني ليس ليس مريض ولكنه فيه الفيروس هو في فتره الحضانه هذا الشخص نعم معدن قلنا اكد العديد من الخبراء الطبيين باللجنه الوطنيه الصحه بالصين ان الفيروس التاجي الجديد كورونا معدن خلال فتره الحضانه وقبل ظهور الاعراض على المصاب هذه قلناها ونعيدها ايضا بان الفيروس معدن خلال فتره الحضانه وقبل ظهور الاعراض على المصاب ولهذا هو هنا يكون سر خطير في هذا الفيروس وهو انه يجب على الانسان الفحص الفحص حتى وان كان ليس لديه شيء. واتمنى الصحه لامه محمد ولكافه الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وعمل اعجاب للفيديو وترك تعليق اسفل الفيديو ونشر هذا الفيديو. على الماسنجر لكي يصل لك جميع الناس تحياتي لكم